شباكن اشتاقت لملح البحر، جبهتن السمر عم تسأل عن الشمس يلي ما عادت تشرق، مراكبن رقدت بسلام جنب الشواطئ. الصيادين بلبنان من دون مازوت، موائدنا من دون أسماك، ودولتنا خالية من يود الضمير. صرخة الصيادين بلبنان أكبر من مدى البحر نفسه. والله هلا إلنا فترة عم نشحضن شحوضه كل 10-15 يوم لنقدر نوزع مرة للصيادتين كلها يسرح نهار، يعني كل 15 يوم بياكل مرة. ما الدولة ما نفس شايفتنا ولا عم تأملنا شيء أبدا أبدا، ما حدا عم يشتغل لش في سمك بقى، ما حدا عم يجيب سمك. كم يوم لك مسرحات؟ إلى 20 يوم. كم يوم لك مسرحات؟ والله إلي 10-11 يوم. كم يوم لك مسرحات؟ ما حدا عم يشتغل. إذا أنا صياد بدي أسرح تانكة ميزوت ب 400,000 وثلج ب 40,000 وما يطي، يعني 500,000 مصروف. 500,000 ماكو. شو مرة وزير زراعة إذا إجا زار الميناء، إجا جار المرافق الصيادة وتطلع فيهم، وزير زراعة متجاهل شيء اسمه قسم بحري. وهذا البحر هو أكبر مردود للشعب اللبناني للدخل القومي. مليون نسمة شو ناطرين يقوموا عليكم؟ إذا قوموا الصيادة بيدمروا البلد، بدهم يقوموا. هلأ عم نوصل لوقت حنقوم حنقطع المرفق، ما بيعود بفوت لا كونتينر ولا ببور ولا شيء. فليكنا حنحطهم على باب المرفق أبداً. نسكر مرفق الدولة. هذا المزبوط. ممنوع ممنوع كونتينر يفوت على الميناء أو يطلع. نحن بدنا نعيش، إذا جعنا منجوع البلد كله. هوني بيعبوا الميزوت مثل ما شفت هونيك عم يروحوا ياخذوا البونات من التعاونيه الصيادين وبيجوا هون بيعطوا البان مشان ما تعمل عجقه. اوكي بيطلع له قديه بيطلع له بالنهار؟ هلا هن مش بالنهار، هلا هن كل 10 ايام حرام عم يطلع له تنك الصياد. كاميرا صوت بيروت انترناشونال التقطت ذل تعبئه جالونات المازوت لصيادين ممتلئين من القهر. البحر بلبنان ملوث مهمل ومتعدى على شواطئ وبطريقه غير شرعيه، فاي متى شبه الدوله رح تعرف انه كل يلي بده اياه الصياد هو شويه مازوت لانه عنده كثير من الكرامه؟ هل الدوله رح تسمعنا ولا مثل العاده رح تبيعنا سمك بالمي؟